للتاريخ إذن أن يوثق ما يثير الإعجاب في عالم السياسة وأصحابها، ومنها ما أذهل إعجاب العالم سيما العربي منه ما فرضته بساطة رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي وبساطة مراسم تسليمه السلطة لخلفه ديك شوف. وعلى دراجته الهوائية الطريقة غير المألوفة في بعض شوارع العواصم العربية بعد 14 عاما من الحكم، هكذا يودع الرئيس الذي أصبح أمينا عاما لحلف شمال الأطلسي. أثار روتي الصدمة في منصات التواصل لنشطاء من مختلف دول العالم سيما العربية منها، حيث تضج التساؤلات: كيف لرئيس وزراء أن يغادر منصبه دون أن يصل لعمر 90؟ فهو لم يغادر المنصب إلى القبر، ولم يغادره إلى سجن بعد ثورة دامية، ولم يغادر بحسابات مصرفية بالمليارات، لم يغادر برفقة جيش من الحراس وأسطول السيارات المصفحة. وروتي لم يترك المنصب إلى بيته، بل أصبح بمنصب أهم من رئيس وزراء، إنه أمين عام حلف الناتو، لكنه غادر على دراجة هوائية. والرجل الذي مسح قهوته بيده ذات يوم هو رئيس وزراء هولندا القوية باقتصادها وأمنها، استمر في منصبه دون أن تسجل بحقه تهمة فساد واحدة. صدمة أثارها بتساؤلات واسعة يبحث كثيرون عن إجابتها في غرف بعض المسؤولين ولو كانوا من عيار موظفين صغار، على ألا يترك بعضهم المنصب إلا وقد أكل حصة الأسد.